مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. شكرا لكل المتابعين الذين سألوا عنا، ها قد عدنا إليكم بحول الله في فيديوهات كثيرة، دروس ومعلومات وكل يومياتي التي أتقاسمها معكم هنا في عالم الفلاحة. إذا كنت أول مرة تصل للقناة يمكنك الاشتراك في القناة، ضغط زر الإعجاب لكي تصلك فيديوهاتنا في سرعة، كما يمكنك ترك تعليق يشجعنا ويحفزنا للمواصلة، وأيضا أي استفسار سنسعد بالإجابة عنكم. اليوم وعلى السريع، أنا في المزرعة، قمت بزيارة المزرعة في اليوم الثالث، يوم عيد، أتمنى عيد سعيد لكل المتابعين، وربما اليوم الرابع في بعض البلدان. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة وعافية. وعلى السريع ندخل إلى موضوعنا، وهو موعد تفتح البراعم الزهارية والخضارية لبعض الأشجار المثمرة. نأخذ اليوم شجرة التفاح كمثال بمختلف أصنافها، سنتطرق إلى 4 أصناف من شجرة التفاح. تفاح الجولدن، هذا الأخضر، أو التفاح الأصفر، وأيضا شجرة تفاح الرويال، وأيضا لدينا شجرة تفاح الأحمر من نوع ستار كريمسون، وأيضا لدينا شجرة الأنا أو الهانا كما يقول العرب، رغم أن هذا المصطلح هو مصطلح خاطئ، والمصطلح الصحيح هو أنا، ولا وجود لمصطلح الهانة في عالم التفاح. إذا على السريع أصدقائي الفلاحين، لاحظوا هذا مثلا، سوف نبدأ بالأشجار المبكرة، يعني الشجرة التي تظهر أولا وقبل كل الأشجار. لاحظوا، سأخذكم معي في جولة هنا في المزرعة. لدي شجرة أنا واحدة فقط في كل المزرعة، شجرة واحدة لا أكثر. هي هنالك في منتصف المزرعة. أعذروني أصدقائي، لم أقم بإيقاف الفيديو، أتمنى أن لا يكون الفيديو طويل، وأعلموا أنكم تستمتعون معي. وربما إذا لاحظوا، ما شاء الله، هذه شجرة من نوع الآنا. أحد مميزاتها أنها شجرة مبكرة جدا، هي أول نوع وصنف من التفاح يظهر ويثمر وغير ذلك. لاحظوا الأزهار في مرحلة على موعد أو حافة نهاية مرحلة الطربوش الأحمر، لذلك سنجد أزهار متفتحة. مثلا لاحظوا هذه أيضا كما تلاحظون أصدقائي، الأزهار بدأت في التفتح، لذلك تعتبر شجرة الآنا شجرة مبكرة جدا، وأيضا ثمارها نقوم بقطفها في شهر جويليا إلى غاية شهر أوت، يعني حسب المنطقة. أصدقائي لكي تفهموا، سأترك هذه المعلومة إلى الخلاصة، ماذا يتحكم في العوامل التي تتحكم في الإزهار المبكر ونضج الثمار وقطفها مبكرا، سأتركها كخلاصة للفيديو. إذا سنعود مثلا إلى ثم قلنا شجرة الآنا، تليها مباشرة شجرة الرويال. الرويال هو شجرة التفاح الأحمر، لكنه من صنف الرويال، وبكل عائلة الرويال، رويال جالا أو رويال ستار، جالا ستار إلى غير ذلك. لذلك نأخذ مثلا هذه الشجرة هنا. لدي العديد من الأشجار من نوع الآنا الرويال، قلت لدي العديد من الأشجار من نوع الرويال، لكنها هنالك أعلى المزرعة، لذلك سأخذ مثال هذه. بعد شجرة الآنا تأتي مباشرة شجرة الرويال. لاحظوا أصدقائي، هي توشك على تفتح البراعم الزهارية. فقط لمعلوماتكم أصدقائي، البراعم الزهارية أو الأزهار هي التي تتفتح أولا في شجرة التفاح قبل أن تليها البراعم الخضارية. مثلا الآن في هذه الشجرة نوع رويال، كل هذه البراعم المتفتحة كلها أو جلها 98% هي براعم زهارية، يعني ستعطي أزهار ثم ستعطي ثمار بحول الله. هذه شجرة الرويال. ثم نذهب مباشرة إلى شجرة
الجولدن. لاحظوا أصدقائي، أقل كثافة، يعني البراهم توشك على التفتح لكنها أقل كثافة من شجرة الرويال كما تلاحظون أصدقائي. وبتأكيد جل هذه البراعم هي براعم زهرية، يعني ستعطي أزهار وثمار. لاحظوا هذه البراعم كلها ستتفتح، تتحول إلى مرحلة طربوش الأحمر، ثم ستتحول إلى ثمار، تتحول إلى أزهار. تتفتح الأزهار، تسقط البتلات لكي تعقد، يعني معظمها سيعقد. هذه شجرة رويال. لدينا هنا أيضا شجرة جولدن. لاحظوا شجرة الجولدن تأتي في المرتبة الثانية بعد الرويال، يعني قلنا شجرة الآنا هي التي تتفتح أولا، تليها شجرة الرويال بكل أصنافه، ثم شجرة الجولدن، الجولدن ديليسيوز، وأيضا عائلة الجولدن كلها. لاحظوا الكثير من البراعم لم تتفتح، وهناك تباين بين تفتح البراعم. يبقى لنا آخر صنف يوجد في مزرعتي، وهو الصنف الأحمر من نوع ستار كريمسون. سنأخذ شجرة مثال. حسنا، نعم، سنأخذ مثلا هذه الشجرة هنا. لاحظوا ما يميز التفاح الأحمر هو أن البراعم ستكون منتفخة بشكل كثيف، يعني انتفاخ البراعم يكون، لاحظوا، شيء جميل جدا، عكس أشجار الجولدن والرويال عفوا. الانتفاخ يكون متوسط نوعا ما قبل تفتح البراعم، بينما انتفاخ براعم الجولد ستار كريمسون، أو كما نقول بالدارجة الجزائرية الكبدة، الكبدة يعنى به التفاح الأحمر، لكن بشكل عام، لكن بمختلف أصنافه، سواء في التوب ريد أو ستار كريمسون أو ريد ديليسيوز وغير ذلك. نأخذ شجرة أخرى مثال. هذه الشجرة من نوع ستار كريمسون كما تلاحظون. هذه شجرة رويال، لا، شجرة جولدن عفوا. هذه شجرة رويال، يعني الشجرة التي تكون براعمها متفتحة بشكل كثيف. كل هذه البراعم ستعطي أزهار بحول الله. هذه من نوع رويال أصدقائي. قلنا كخاتمة نختم بها الفيديو، وقلنا بأن تفتح البراعم والأزهار يعتمد على صنف التفاح، وأيضا هنالك عوامل أخرى تتحكم في التفتح وأيضا في نضج الثمار، ألا وهي الجو والعلو والعناية وغير ذلك. مثلا شجرة الآنا كما تلاحظون هنا في هذه المنطقة، أنا على علو حوالي 1800 متر، عفوا إذا كان هنالك رياح، أنا على علو حوالي 1800 متر في هذه المنطقة بالأوراس، لذلك يمكنك أن تجد في بعض المناطق أن شجرة الآن الآن قد بدأت تعقد الثمار، أو هي في المرحلة الكاملة للإزهار. لذلك الجو وتغير المناخ والعلو يلعب دورا مهما، كما في نضج الثمار أيضا. فتجد أغلب أشجار الآنا يمكن قطف ثمارها في حوالي شهر جويلية أو الشهر السابع، بينما هنا في مزرعتي تذهب إلى شهر أوت. أيضا الرويال في مختلف المناطق يمكن قطف ثمار الرويال في حوالي شهر أوت، لكن هنا في مزرعتي تذهب إلى غاية شهر سبتمبر. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو أصدقائي، أتمنى أن تكونوا استفدتم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم المحفزة أو أي معلومات نستفيد منها جميعا. شكرا لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وحفظه. أتمنى لكم يوم سعيد ومبارك. إلى اللقاء.